تواصل دولة الكويت تقديم المساعدات الخيرية إلى اللاجئين السوريين في الأردن، لا سيما الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قدمت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية مساعدات إنسانية وطبية، إضافة إلى مواد استهلاكية وكسوة إلى الأسر المحتاجة. احتفالية إنسانية لافتة اعتاد عليها المجتمع الخيري في الأردن. أطلقت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية من دولة الكويت حملة خيرية كبرى تستهدف شرائح واسعة من اللاجئين السوريين، لا سيما منهم الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. وقد بدأت فرق الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ووفدها الذي وصل إلى العاصمة الأردنية عمان لتنفيذ هذه الحملة التي تأتي بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه. في هذه الفعالية التي رعاها وتابعها باهتمام كبير سفير دولة الكويت في الأردن عزيز الدحاني، الذي يواصل جهودا حثيثة في متابعة الأعمال الإنسانية والخيرية الكويتية التي تستهدف اللاجئين السوريين. أنا شاركت اليوم باسم سفارة دولة الكويت مع الأخوان القائمين على هذا التنظيم الإنساني للأيتام، أيتام السوريين المتواجدين في الأردن. وبطبيعة الحال دولة الكويت بحكم سيدي حضرة صاحب السمو قائد للعمل الإنساني، وأيضا اختيار دولة الكويت أن تكون مركز للعمل الإنساني، دائما الكويت ترعى أي نشاط إنساني. فالقائمين اليوم الهيئة الخيرية الإسلامية وفريق التطوعي لإقامة مثل هذه الاحتفالية لرعاية الأيتام السوريين، وهذا ليس بجديد، بالعكس نحن نتحدث منذ بداية الأزمة السورية عام 2011، ودولة الكويت تقدم بشكل مستمر ودائم كل مساعدة من أجل الشقاء السوريين. وخلال هذه الفعالية الإغاثية وزعت الهيئة مساعدات إنسانية وطبية، إضافة إلى الاحتياجات الاستهلاكية للأسر وكسوة الشتاء وألعاب الأطفال وبرامج تأهيل متعددة. لله الحمد تكللت هذه الرحلة بنجاح، ونحن الآن كما ترون في حفل الأيتام ما يقارب 250 يتيم سوري، وشاركنا مشكورا سعادة السفير عز الدحاني مشكورا، وهذا دعم من سفارة دولة الكويت للفريق. وكما نشكر صاحب السمو قائد العمل الإنساني لدعم أبنائه وبناته للعمل الخيري. بدي أقدم شكري لسعادة السفير الكويتي، وأنا بحب دولة الكويت وشعبها، وشكرا على الحفل اللي بسطنا كثير. وتمثل الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية أكبر المصادر الإغاثية للاجئين السوريين في المملكة منذ أكثر من 7 سنوات في مختلف وشتى القطاعات الإنسانية. حملة خيرية تعتبر واحدة من مئات الحملات الإغاثية والإنسانية التي تنفذها الجمعيات الخيرية الكويتية بهدف تمكين المجتمعات المستهدفة وتنميتها. لتلفزيون دولة الكويت، عامر التعمري، عمان.